شكله مناعم مقطع موص. شيت انه مقطع موصل ما اختلفنا، بس لو مو عزماته مع كنين ما كان بيسوى قشره بصله، ما فيه مخ. اخ منك بس، لو انك خلصنا منه كنا مرتاحين هلا من الهم اللي احنا فيه. لك اختي حاجه تطلعيني وكاني مقصر. بدك الحق، بقصه مناع ما طلعت كفو. وين قميصك المشقوق اللي كان هون؟ كبيته. وين كبيته؟ زباله. وين بدي كبه يعني؟ زباله؟ لك انت جنيت؟ حدا بيكب هيك قميص زباله؟ شو بدك يعني اعمل فيه يعني؟ لك هيك قميص لازم تحرقه مو تكبه بزباله؟ هي اسمها غشمنه وقلت فهم، طلع على تنكه زباله شوف اذا لساته موجود قبل ما حدا يشوفه بسرعه. تنكه زباله فاضي هلا فوت. بتعرف وين الزبال بيكب زبالته؟ شو بده يعرفني بقصه مثل هي كمان؟ ولك ولا على طولك يا جواهر، ولك ولا على قامتي ان شاء الله، لك انتوا رح تجننوني انت واخوك، اذا خرب هذا البيت رح يكون من تحت راسك وراسه. من تحت راسي وراس اخي؟ ولك نحن اللي واقفين ببوز المدفع مو حضرتك، قاعده هون بالبيت بس شاطره تعطي اوامر؟ قميصه كبيته شو حيصير يعني؟ ما لزوم يطلع خلقك علي كل هاد. أنا فايتة ألبس مشان توصلني على بيتي. موعد الحكم دار. الظاهر لازم أجهز كل شيء بنفسي وأعمله بإيدي. لأنه الهيئة ما حيطلع معك شيء أنت وأخوك. هو بعينه غالب أخوه لأب زهير. هو بعينه اللي كان بده يغدر فيه ويخلص علي. شو اللي خلاك متأكد كل هالقد يا بي؟ عيونه. لما شديت على ايده مطرح ما شطبته بالشبريه شفت بعيونه كيف كان عم يتوجع، بس كابر على حاله مشان ما يبين. وقبل كل هاد في القميص اللي لقاه بالبراءة بتنكة الزباله تبعه. يا بي انت شو رايك؟ ابو زهير غاب عن الحاره 18 سنه ورجع بعدها بمصاري ما بتاكلها النيران، وساب قصه انه ابوه تارك له كنز وانه في حنش مرصود يحرس الكنز. إيه قصة لا خرطت بمشطي ولا صدقتها. وبعد ما اختنى صار يعطي مصاري يمين وشمال ليلم العالم حواليه. كل هاد خلاني مو مطمن. بس معقولة يكون هو اللي حرمني من ابني؟ يا بي هلا خلينا نسكت على السيرة لبين ما نتأكد. بعد أمرك أخي. شلون بدك تتأكد؟ هيتركوه عليه.